100,000. ليش النبي يقول لن تضلوا بعده أبدا؟ شو نسي النبي أنه هو أشهد 100,000 صحابي في مكة؟ 100,000، 120,000، 10,000. رقم ايش قد؟ لا نختلف على العدد الآن يا عمي. 8,000، 10,000، 10,000 قالوها. 10,000 أليست هذه شهادة شهد بها 10,000؟ هذه رواية متواترة. والله ما تستشهد بالله، تستشهد القرآن. القرآن ما جمع كله، ما كتب كله في حياة النبي. والله يعصمك من الناس، من أذاهم، من أن يمنعوك. بلغ ناس، بلغ والله يعصمك، بلغ والله يعصمك. منين يعصمك؟ الله أكبر. حجاج مؤمنين، سماهم ناس. انتهينا. افهم كلمة ناس، استصغرهم لأن يرفعوا أصواتهم على النبي. إلا إذا كان النبي نسي غدير خم، فهذه تضرب العصمة عندكم. لابد أن تقول أن النبي نسي. جاي يوثقها لأن يعرف أبو بكر. هذا كلامك جاي يوثقها من عندك هذا. شلون؟ إيه. آتوني بقرطاس الودائع. إيه؟ لا شيء يسوي غير يوثقها. من قال لك أنه يريد أن يكتب وصية لعلي؟ مو قلت لك الضلالة عندك النبي متناقض أنت. كم مرة قلت لك النبي ما متناقض. الضلالة وحدة. لا تضلوا بعدي أبدا. الصراخ. لا تضلوا عن مرتين. الصراخ ليس دليلا. شلون عرف عمر ومنع الرسول لعد؟ إذا ما يعرف الضلالة نفسها اللي قال له بيها. تدري ما هي الوصية؟ ائتوني بدوات وكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. لحظة، لا لا لا، ادعي لي. قال عائشة: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لكم كتابا لئلا يتمنى متمن ويقول قائل ألا أولى بها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إيش معنى هذه؟ نقلتوها وخليت النبي على وجهها. لأنه صرح بها. صرح بها. ما قلنا يعني ما عمر عرف. ما قلنا عمر عرف فعمل. هنا ما جبنا لك تحليل. هنا أنا قال، لأن قال أبو بكر وأباكي يخلفني وبعده عمر. من الذي ضل؟ من الذي ضل يكتب؟ من الذي ضل عن أبي بكر؟ يعني ولا كأنه عمر الشيعة. قال الشيعة هم اللي ضلوا. ولا كأن قال له: بخن يا علي، لقد أمسيت وأصبحت ولي وولي كل مؤمن. هذه رواية ضعيفة. والله مو ضعيفة، وهي سدادة. ورب اللي خلقني ضعيفة. بخن لك يا عمر، أصبحت مولاي. والله بكتبه. طال ارجع الى والله بكتبك. احنا ما عدنا. ايه بس ليست صحيحة. لا لا، يعني شلون البيعة تم لما بايعوا الرجال والنساء؟ الرواية غير صحيحة. قاعد تقول لك الرواية أولهم عمر، ثانيهم أبو بكر، الرواية وبعدين الموجودين من المسلمين. الرواية ضعيفة عندك. لا عندكم صحيحة؟ ليش أنت تعتقد بها؟ أنت سني ولا شيعي؟ الحاكم. أنت سني ولا شيعي؟ لك بابا أنا متى ما أراد بيتقمص التسنن. لعد شلون أكون شيعي؟ إذا كانت الرواية يهواها بيتمسك بها من عندنا، يقول رواية صحيحة. لعد الله شلون نصر دينه؟ لقيت شيعيتي بكتبك وأنت مظلمة عليك. كلام، لأن أنت كنت كلام منمق. خلاكم الله تكتبوا. نحن الحجة. صحيح وضعيف. نحن الحجة والدليل. نحن الحجة والدليل. جيناكم احنا. أنتم طلع الانترنت وخشينا عليكم بإذن الله. أنتم أمة ضلت. لماذا؟ القرآن عندكم محرف. تقولون القرآن محرف. لعنت الله عليه اللي يقول محرف. وما محرف القرآن. وما بدنا يدفتين. وعلي بن أبي طالب. أنتم ما قلتم لعنت الله عليه. والشيعة نقلوا لك القرآن. أنتم قلتم ثقة الإسلام. ولا ثقة الإسلام الطبرسي، النور الطبرسي. يا شيعة بآخر الكتاب أي قرآن روح فتحة ناقلين الشيعة. لا تلعن النور الطبرسي، حرام عليك. حافظ عن عاصم، عن عبد الرحمن، عثمان، عن علي. والعلي بن أبي طالب هو اللي نقطه بزمن عثمان، ما في تنقيط ولا حركات. ممتاز. وأبو الأسود الدؤلي. أما عندكم فإنكم والله أنهم نجحوا. شيعة وسنة جعلوا حيلكم بينكم يا أخي مسلم. مثال بس يا حبيبي احنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ما إن شاء الله ما ضايع، بس هاي على مود التذكير. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا كلام رب العالمين. تذكير معلومات إن شاء الله. ماكو عنا، كلنا إحنا أخوان بس مجرد تذكير معلومات. خير أخوان؟ زين. لا، من يقول بتعيش القرآن ليس أخي أبدا. من يقول بتحريف القرآن ما دام أنت بديتها ليس أخي. ياهن. أكثر من 200 آية عندك محرفة. أعطيني آية واحدة أنا عرفناها. يلا جيب لي آية واحدة وأنا أعطيك 200 آية.
مش آية واحدة بجيب لك. أنا أنطيك 200 آية أنت محرف القرآن. جيب لك بجيب لك 11,000 وتمام 11,200 آية كلها راحت ذهبت. وين؟ أول واحدة قال جعفر الصادق. أول 200 آية. جعفر الصادق. أول 200 آية. أول 200 آية قال عمر بن الخطاب كنا نقرأ سورة الأحزاب تعادل سورة البقرة وتزيد. فنسخ الفرق بين الأحزاب الكلام والبقرة الكلام 200 آية. وين راحت هاي 200 آية؟ خلصت؟ يلا خلصت؟ خلصت؟ كل هذه الروايات لما يقول كنا هذه متعلقة بالنسخ. هناك تكلمنا عن هذا المرة الماضية نسخ. اسمح لي شوي أنت ما تعرف النسخ. والله أنا 200 آية الله ما ينسخها. أنا الله اللي يأتي بأحسن وأفضل منها. أنا ما أعرف النسخ. إذا ننسخ نأتي بأفضل منها. أعطيني أقسام. أعطيني أقسام النسخ حبيبي. أعطيني أقسام النسخ. آية الرضاعة. إذا أنا بعرف النسخ قاعد تقول لك. قاعد تقول السيدة عائشة شو تقول؟ تقول نزلت ومات النبي ولم يستنسخها وبقيت. لا ما قالت ولم يستنسخها. كذب. والله قال. لا قسما بالله. أنا أقرأها عليك. ولم تنزل آية النسخ عليها. وينها؟ خلصت؟ 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 آية الرضاع نزلت 10 رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بخمس ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذا النص باللفظ. وينها؟ أنت لا تضل النص. وينها؟ وما يتلى من لماذا؟ القرآن لماذا؟ لماذا؟ لماذا تقول ولم يستنسخ؟ لماذا تأتي؟ أقول لك أنت قاعد تتكلم متناقض بكلام. لا 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 قاعد تقول لك وما يتلى من القرآن. إيه بقي. وينها بقيت؟ بقي أناس يتلونها لأن يحفظونها لأن القرآن في ذاك الوقت ما كتب. بقي بعض الناس يقرؤونها. هذه هي لكنها نسخت. نسخت بخمس. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في نهج البلاغة وفي ونسخ القرآن معروف في السنة. النسخ يكون معروف في السنة. هذا في نهج البلاغة. آية الرجم في كتاب الكافي بإسناد صحيح في البخاري نزلت آية الرجم فقرأناها وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها من بعده. وإني أخشى أن يأتي زمن بالناس يقولون لا نعرف هذه الآية فيضلوا بترك آية أنزلها الله عز وجل. نسخت لفظا وحكما بس كتابة لا لا بقيت حكما ونسخت لفظا. وهذا بالاتفاق بكتاب الكافي. بكتاب الكافي صححه المجلسي بكتاب الكافي وكتاب البخاري. لما نزلت هاي الآية كان النبي مسحور ولا ما مسحور؟ عم تغير الموضوع الآن. ما هو نفسه بقينا ما عليك. ها مسحور غير الموضوع مسحور. الآن شو غيرت الموضوع؟ أنا غيرت الموضوع. دخلنا في موضوع فيه. السحر. هل النبي يسحر ولا ما يسحر؟ يلا هل النبي يسحر ولا ما يسحر؟ نعم نعم يسحر فيما يخص الوحي. لا نعم يسحر. ها ايه اذا انت كذبت الله. ماذا قال ماذا قال الله بالقرآن؟ أنا حجر لك آية من القرآن الآن عن موسى. يقول الظالمون لتتبعن رجلا مسحورا. أنت تتبعون إلا رجلا مسحورا. ظالم. الله سماك ظالم. ظلمت نفسك وظلمت النبي. خلصة. إذ يقول الظالمون خلص تتبعن رجلا مسحورا فكذبهم الله. باقي الآيات خلصت. أنا فكرت هذه لي. أنا فكرتها لي بعد أكثر من عندي مثلها. لا يجيني صحابي ولا إمام ولا نبي. قرآن الله قاعد يقول كذبك. أنت ادعيت على النبي مسحور. هل النبي يسحر ولا ما يسحر؟ لا في القرآن موجود. أنا عندي النبي إجا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل الله أكبر. من سحرهم من سحرهم أنها تسعى. أفهمتك؟ الحمد لله الله أول أكبر. شيء هذا سيدنا موسى عليه السلام. ايه؟ ثاني شيء يخيل. ايه؟ يعني يخيل شنو؟ من السحر. من أثر السحر. من أثر السحر. ايه؟ من أثر السحر. يخيل. ايه؟ ما قال انسحر. والنبي يخيل إليه. أنا أقول لك هذاك سراب. هذا السراب شو تشوفه أنت؟ سراب ولا ماي؟ تسمح لي كمل؟ لا ماكو كمل. قل لي ماي ولا سراب؟ شو هو؟ لا سراب. إذا تخيلك. ايه؟ أنا من أشوفه ماي.
تخيلت ماي ماشي. إذن من التخيل مو من السحر. والنبي لما سحر كان يتخيل. النبي دلاكم البير ما خليني أحكي. وطلعوا المشط وراها طموا البير وانت بعدك هو تقول مسحور ودلاكم السحر وين؟ لم يؤثر شلون السحر. مسحور لم يؤثر السحر فيه إلا في شيء واحد. شنو هو؟ يخيل إليه يخيل معناته عاقل. يا أخي خليني أكمل، ما أقول هيك. شو هالعصبية هاي والصراخ؟ يا انت رجل علم يا انت رجل صراخ، ما بصير يا والله. ال ال فضل فضل ال 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 الكنية اللي اعطيتك اياها بتناسبك، لبستك لبس ايه؟ ابو صياح. ابو صياح يلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتاثر بالسحر الا بشيء واحد، يخيل اليه انه ياتي النساء اهله ولا وهو لا ياتيهم. بس الوحي لا يتأثر بالسحر. شيخنا أنا سني. من الذي ادعى عليه هذا الادعاء؟ الوحي لا يتأثر بالسحر. من ادعى عليه هذا الادعاء؟ أنت سني؟ أنت سني؟ تؤمن بكتاب الله؟ والله عز وجل يقول عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يا أخي التخيل وين والسحر وين؟ خيل تأثر بالسحر ولا لا؟ تأثر بالسحر ولا لا؟ إذا لا تؤمن بالقرآن، اكفر بالقرآن. كفرني وأنا قاعد. لا أنت عم تكفر الآن بالقرآن. أنت تكفر بقول الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا هذا كان صحيح. اسمع أنا أرد عليه. لحظة، إذا الكفار صدقوا لما كانوا تتبعوا رجلا مسحورا. لا 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 حبيبي لا. حبيبي لو كان موسى سحر ما قال لله ألقي بعصاك بعد بكمال العقلية وقبل أن يلقي. مسحور وقبل أن يلقي ماذا حدث؟ خاف. قاعد أقول لك التخيل، وعطيتك مثال السراب ماي ولا سراب تخيل. خلصت الآن الصراخ، الآن الصراخ من هنا ومن هنا من الجهتين. أنت جيت فعلاً لتأيد الظاهر. يا يأيدني عمي، أيد الدين. القرآن حجة ولا لا؟ القرآن حجة ولا لا؟ يلا حجة. حجة ولا لا؟ حجة. جاوب. حجة. حجة ولا لا؟ حجة. قال الله عز وجل عن موسى يخيل إليه من سحره. تفسيرك ما تكلمت. قال من تفسيرك. أنا عم بقرأ قرآن. يقول أنت عم بتفسر. طبعاً. الله أكبر. شوف الظلم. من سحره. أنا أقرأ آية يقول أنت عم بتفسرها. تخيل. شو الحوار هذا؟ أقرأها. تخيل. إيش نستفيد من السحر؟ إيش نستفيد كبشر؟ أولاً أنت الآن إذا أثبتت. ينقل لك واحد مسحور، ينقل لك آيات قرآنية مسحور. تستفيد أن تقول سمعنا وأطعنا. القرآن أثبت السحر. أثبت السحر. تأثر الأنبياء بالسحر. يعني آياتنا تجي من واحد مسحور. جاوب لشوف. أجاوب إيش؟ هذا الدليل. هو هذا اللي قاعد يقوله. يعني قاعد يقول الشعوذة. صاروا ثلاثة أربعة الآن. لاحظ. لأنك غلط. لأن قاعد تتهم النبي. خليه يتكلم هو بس مع أبو عبد الله. لحظة. أنتم قاعد تدعمون الشعوذة. ولا يفلح. لحظة بس. ولا يفلح كيد الساحر حيث لا تشاء. إذا يا جماعة لحظة بس. يا أخي اسمع. ولا يفلح. إذا أفلح الساحر إذا كلام القرآن غلط. لا. هو يفعل السحر لكن ما قاله إلى فشل. طيب حلو. عم. الله إيش قال عن القرآن لما قال هاروت وماروت؟ إيش قال؟ يعلمون إيش؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما قال شيء ثاني. ما قال لك يوم. إيش له علاقة هذا بموضوع؟ إيش له علاقة بموضوع تأثر؟ لا اسمح لي خليني أتكلم. لما أريد أتكلم بيصرخ. خليك شوي اهدأ. هذا هو السحر. انت مصروع الان. صرعك ابليس. انا اقرأ عليك آية قرآنية يخيل اليه من سحرهم، يعني من السحر، انها تسعى. تثبت ذلك ولا تنكره؟ انكر ان تخيل. روح. كفر بالقرآن. يقول انكر. الله اكبر. انت مو تكفر عمي، انت مو تكفر الناس. الله يخليك. انا ما كفرته. انت سلام تكفر. انا اقول لا، انا اقول انت الان تكفر بالقرآن. اخي لانه قال انا انكر. عندي سؤال. ليش عندي سؤال؟ ان شاء الله ما قال. عندي سؤال. اخي انا سني هذا عندي سؤال. اخوك تبغى توضى السنه. خليني اتوضى. وين راح يا ابو عبد الله؟ يا اخي الرجل فات. خلاك لينا والله. خلاك لينا. يلا تفضل. انا كنت سني. بتوضى وضوء السنة. كل الناس صاروا سنة. تمام. طيب. وداير أشوف إذا توضى وضوء الشيعة هذا غلط ولا صح. أها.
يعني افتلينا فيه. أنا غيرت الموضوع بس. الان لا انا غيرنا. انا دمز افتيانه. انتهى موضوع العصمه يا اخوان. يا اخي العصمه ان النبي يسحر ولا ما يسحر؟ ما يسحر حاشا لله. خاتم الانبياء والقران ماذا قال؟ يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يا شيخ الدنيا يا شيخ هذه ليس اذا اذا انت تنكر الايه هذه تنكرها خلاص اذا اذا اقيمت الحجه عليك ولا تستطيع ان تجيب. سماحه الشيخ يا اخي انا عندي ايه حقك الوضوء. الايه اللي جاتني بالوضوء قلت لك انا وضوء ده اتوضيت بالايه حقت الشيعه اللي فسروها لي وضوء ده صح ولا غلط؟ سؤال بسيط يعني. لا 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 تمسح على الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. طيب لما كانوا طيب انطرني تمام. طيب انطرني لما قال ويل لما كان الصحابة يمسحون دون الغسل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فمنذ ذاك صاروا يغسلون الأرجل. وين الحديث هذا؟ في صحيح مسلم. طيب ما عندنا مشكلة. ويل للأعقاب من النار. صلى على النبي صلى على النبي صلى عليه. أنا داير أنا داير أمشي بحاجة واحدة. داير أمشي مع إيه المسح جائز. المسح المسح تقصد المسح على المسح على لا لحظة المسح على ال هذا التكفير هذا التعصب. أنا داير يعني سأ حبيبي يعني وضو الشيء هذا صح. شو شوك موتر عم نتكلم كلام علمي. انا قلت له انت كفرت بالآية مش انت كافر. انت ما تفهم للاسف. انا ما قلت انت كافر. قلت له كفرت بالآية. واحد ينكر الآية تقول لي لا 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 تقول يا شيخ لا لغة لغة التكفير هاي انا ما كفرته. خلينا نشوف اذا هو بكفر ولا لا. اللي قاتل الحسين كافر ولا مسلم؟ اكيد كافر اكيد. اذا الموضوع انت حتى لو توضيت لن يقبل وضوءك. ليش؟ لانك تشيعت وامنت بان القران محرف. انت ملزم حتى لو قلت لا لا انا شيعي. انا الايه قرانيه. انا توضيت بالايه القرانيه. شو هي المحرف؟ شو هي الايه القرانيه؟ اذا نودي للصلاه. هذا وين الوضوء؟ هذا الوضوء بالايه. الوضوء ليس انت ما تعرف الايه. الايه قالت شنو؟ لا تعرف الايه. اقراها شوف. اذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذه هي الايه. يا زول الو زول انت جايب خبر انا عارف جايين قاصد يلا. الفرق بين اهل البيت وآل البيت في فرق ولا نفس الكلمات؟ الكلمات عامه بيستعمل للاثنين لكن عفوا الآل اعم لانه يدخل فيها الانصار وليس بالضروره الاقارب. يا ايها الذين من هم اهل البيت اذا قمتم الى الصلاه الان أيه؟ مش اذا نودي للصلاه. لا اذا قمتم خلاص نودي ولا قمتم يعني هم ماشيين على الصلاه. اي نودي قمتم قمتم اي تمام خلاص. يلا قريت غلط والله. انا كم مره بقول نودي. طيب اقرا اوكي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا مش فاغسلوا. فاغسلوا يا اخي اقراها انت. لا اقراها انت. كمل انا قريت ضعيف. انا قريت ضعيف عامل النص. نصب نفسك للمناظره والحوار ما بتعرف تقرا الايه. يا اخي خلص ما في كيف تطبقها ما بتعرف تقراها. تفضل اقراها. انا ما داير احد بشخصيتك. انت راجل كبرى. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم. اي بس انت اصلك عربي ولا انجليزي؟ يا اخي اقول لك حاجه. السوداني بتكلم بلهجه السودانيه. القران مش سوداني يا رجل. عربي عربي. المسح شنو بالعربي؟ القران لابد ان يقرا على وجهه الصحيح. لا. ما ينبغي انك الان ما بتعرف. يا اخي اخي داير اقول لك حاجه. خليها مهما كان داير اقرا. هذه الايه لا قالت شنو؟ قالت شنو معنى المسح؟ المسح المسح ايش يعني؟ الغسل شنو؟ طيب اقرا يلا. الغسل او المسح. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. لحظه. وايديكم الى المرافق. ويعطف عليها وارجلكم الى الكعبين. ايديكم الى المرافق ارجلكم الى الكعبين. طيب قال انه انزلنا قرانا عربيا مبين. يعني القران ده اللي إيه؟ بيجي بالكسره لا لا القران في القران فيه القران فيه تقديم وتاخير. طب اسمح لي دقيقه. بليز بليز. في تقديم وتاخير. إيه؟ مثل ان الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله تقديم وتاخير. إيه؟ وهنا في تقديم وتاخير. طيب وايديكم الى المرافق. أه.
وأيديكم إلى المرافق. طيب إذا زدت خالفت القرآن ولا ما خالفته؟ إذا شو؟ إذا زدت في الوضوء خالفت القرآن كده ولا ما خالفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الوضوء هكذا هو. خذ نفس السيدة عائشة. خذ نفس سيدة عائشة. لسه ما بدأ أتكلم بدي أتكلم ما بيصير. شو هذا؟ طيب سكتت. السوداني دم حار هذا. لا بالعكس دم مبارد السوداني بس. لا هذا يختلف. بس راسه جامد. هذا سوداني مش أصلي. لا لا راسه جامد. هو بارد بس راسه جامد. مش أصلي. طيب اسمحوا لي أتكلم الآن. تفضل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيوه. هذه قطعة. اللي بعدها. وأيديكم إلى المر... يعني إذا غسلت أيديكم إلى تغسل إلى المرافق. أوكي. وامسحوا برؤوسكم. أوكي. الآن ما الذي الآن في تأخير. أوكي. وأرجلكم إلى الكعبين. مش أرجلكم إلى الكعبين. طب ليه ما ليه ما قال كلها كلها تغسلوا يعني. معليش 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 معليش. كيف تقول ليه الله قال هكذا؟ عجيب والله. عندك مثل شائع شيخ الدمشقية. عندك مثل شائع بيقول بتقول علي قال لو كان لو كان الدين يأخذ بالعقل بالعقل لكان مسح الخف أو لا ظاهرها من باطنها صح؟ إيه أنت المثل هذا عندك هذا بيثبت إنه بكلامك إنه علي. أنا شو بدي بالرواية هذه؟ الآن تسألك عن الآية. هذا مير واي هذا سأل... هذا مثل أنت عندك شايف. ماشي بس. يعني زي غمز حسمان. الآن الدليل لا. الآن الدليل على قضية الوضوء كيف يكون الوضوء؟ طيب أنا إذا زيد. اغسلوا وأيديكم إلى المرافق. طيب يا أخي أنا. وامسحوا الآن وامسحوا تيجي بعدها. تابع واغسلوا أيدي أرجلكم إلى الكعبين. أنا بس دعني أقول لك حاجة إذا أنا ضفت. انتهينا من الكلام والله. لا شيخنا واضحة أظن أصبحت واضحة. لا لا بس بس هي ما أصبحت واضحة لأنه عنده زيادات. أنت ما تريدها واضحة. لا أنت تريد متعة. المذهب في شيء مغري. أريد شنو؟ متعة. حلال ولا حرام؟ أيوة. زنا. الله لا. زنا. زنا. الرسول كان بيأمر بالزنا. يلا هات نشوف. الرسول كان بيأمر بالزنا داير عارف. لا. دوري أنا. الله يحل ما يشاء ويحرمه. أول شيء. ايوه تمام اهدى 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 شوف كيف عيونه حتطلع من راسه اهدى 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 يا زول انت قلت دائره المدعى انا دائره عارف المدعى هي حرام ايه بالشيء الله يحرم ما يشاء ثم يحله او العكس أوكي. يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ثم بعدين ماذا قال فاجتنبوه اذا اول شيء كان حلال صح ثم صار حرام ما كان حلال ما كان حلال أيوة. شربوا شربوا حمزة شربه حمزة لا ما هو ما كان حلال يعني ما قال له الحلال لو لو كان حرام لو كان حرام ما قال حلال انت ما تقوله ساكت ما قال حلال قال اجتنبوه طيب كان مباح كان مباح كان مباح اذا كان مباح هاي سلمنا بيها تمام اذا كان مباح حلال ولا حلال ولا مباح يا اخي ما هو ما كان مباح يعني ما قال له هلا قبل شوي قلت كان مباح هو قال اسكروا قال اسكروا لا ما قال اسكروا قال اسكروا او اهل بيته يا اخي بلي يا اخي صديق قال اسكروا لا ما قال اسكروا طيب لكن قال لكن قال قال استمتعوا الاصل في يامر بزنا شو وين وين قال استمتعوا يا اخي ما نازله في الاستمتاع وين استمتعتوا وردوا لنا وين آية المدعى إذا استمتحتم بهن هو إعطاء المهر يا يا أيها ال... يا أيها الزول يعني الشروط أنت دخلت بالشروط يا أيها النبي قل لأزواجك قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن شو يعني فتعالينا أمتعكن شو يعني المدعى يعني 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 غير العقد من زواج دائم إلى مؤقت كده كده يا اخي خلي انا سؤالي لك خلاص سؤالي لك الاستدلال بالايه سقط معليش هو سؤال واضح حرام او حلال حلي حلي. هي حرام صح الرسول ايه؟ يعني قال إن حرام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال انها احلت في يوم من دهر وانها حرام عليكم الى يوم القيامه كذاب انا سيتخطد في مرحله مسيلمه كذاب يوم حر في صحيح مسلم ورواه علي سلام شيخنا عندي سؤال انا هل اليوم منا يعني خلاص كيف شطبت اي طبعا انا ما اقتنع طبعا لا تقتنع يوم القيامه بتقتنع انا ما اقتنع يوم القيامه بتقتنع انا سؤالي لك بسيط انه الرسول امر بجنس يوم في النهايه لا 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 الله يحل ما يشاء ويحرم الان الان
يعني الرسول الان لحظه اذا اذا الان اذا ابنك رضع في كتبك هسه موجوده اذا ابنك لا 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 هم بيقولوا زنا ايه زنا بعد ان حرمه الله نعم بقال زنا يعني الرسول كان بيامر لا لما كان حلال امر به النبي انا ما قلت النبي لا ينطق عن الهوى النبي بهي الطريقه تضربني بعد شوي بالله تضربني تضربني ما بتخلي واحد يتكلم اصلا في الاشياء الاباحه ثم هدي هدي حريم التدريج ما بيصير يا اخي هؤلاء لا يعرفون الحوار ابدا ادب الحوار سؤال وين أدب الحوار يا عمي؟ سؤال الحاج سؤال الحاج من هم أهل البيت؟ أهل البيت اليوم اليوم هل هناك أهل البيت اليوم موجودون حاضرون معنا؟ ممكن يكون ما زال من يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا بس ما بيجونا من إيران بيقولوا إحنا من أهل البيت لا فرق بين عربية وعجمية إيه لا لأن النسب وين النسب بعيد لا لا ممكن هاي سلمان ومن أهل البيت سلماني سلمان فارس كيف؟ إيه بس أهل البيت عم نحكي انه ناس ياتون من مثلا من طاجكستان ويقولوا احنا من اهل البيت طب منهم اهل البيت مع انه ممكن ها منهم اهل البيت منهم ايه اهل البيت ما معنى اهل البيت انت الان اذا تزوجت يقال لك ماذا تاهلت صح يعني صار عندك اهل أيوة. تاهلت أيوة. الزوجه يطلق عليها اهل البيت اوكي صح ولا لا صح موافق خلص ابناؤه ازواجه وابناؤه أوكي. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف قالوا له كيف نصلي عليك في صحيح البخاري قال قولوا اللهم صل على محمد وآل وآله محمد في رواية أخرى في البخاري قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته أزواجه ما ثابتة هذه أهل البيت لا لا ثابت بالبخاري حجي حجي بالبخاري أهل البيت أنا شيعي أنا شيعي إيه أيوة أهل البيت إيه أصحاب الكساء من لا. هم أصحاب الكساء لا لا من مسلم لا وين الرسول تعال معي تعال معي ما بتكلم ما بتكلم شيخ وين يكون من باكتو برادفورد الهدى مسجد وين يكون من باكتو الهدى مسجد برادفورد يوسف بيدي مام داوي دوز أيوة أيوة خلا يا راجل خلا يا راجل خلا خلا أوكي أوكي والله أنك صار دمك حر يا سوداني يا زول شيخنا ما عليك منه ما عليك ما عليك صراحه انا اقول لك حاجه انت عارف ده انا اقول لك حاجه والله وعزه جلالنا انا سني لكن طبيعتكم بتسقط الناس اسقاطات يعني استح في واحد لافي هنا في النازل هنا عارف بيقول شنو عارف واحد لافي في النازل عارف هنا عارف بيقول شنو قال له انا الشخص ده شيعي تمام يا اخي دار اقول لك حاجه اضغاطاتكم هذه اللي كرهت الناس منكم نحن اللي عم نضغط ولا انتوا يا اخي مش نحن انت خلي انت اللي عم تضغط يا اخي انا احنا ما بنتكلم على الكاميرا خلينا برا من الكاميرا انا اقول لك حاجه خلي الكاميرا توصل انت يوم جيت لقيت شخصي سني بتناظر معك مناظرات فهمت علي حسن بن صالح المالكي طلحته شيعي واضغاطات ونبات علي متابعين معك احنا ما كنا ما بعرفك لا تغير الموضوع انا بعرفك وبعرف وبارح يا اخي انت دار تجي تناظر السيد كمال الحيدري دار تجي تناظرنا احنا ما عارفين الكتب الحمد لله مناظراتي مع كمال الحيدري أثرت فيه وهو مسجون لأنه تأثر به ولله الحمد ولله الحمد حسيت زي كمال الحيدري خلك معي حسيت دار تقول زي كمال الحيدري تأثر بنا هذه الفلسفة اللي ولذلك هو مسجون أكثر من شعر الله بيضل في لحيه ليش سجنينه ليش سجنينه ليش سجنينه سؤال لأنه ضرب المذهب كمال الحيدري ضرب المذهب عز غاطاتك على الناس أنت رجل كبير في العمر صح ولا لا الصراخ كبير في العمر ما تطلع اضغاطاتك على الناس انت عليك تتهم والله 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 العيب واحد يتكلم معك والله عيب هذا شنو عيب يتكلم واحد لانك ما لانك لا تعرف اصول الحوار لا مش اصول الحوار لانك انت بتضغط وما قادر على الاضغاطات اللي بيجي يدوك ليها فهمت علي ولا يلا اهدى شيخنا شيخنا انا سؤالي واضح خلاص هدي يا مصدق اسمع بس اسمع تعال هدي يا مصدق شرب لي قهوه يا ري يا اخي فكك منه انا قلت لك ما غير كلام بس اسمعني لا يستفيد لا يستفيد علي سيحك شيخنا اصحاب من هم اصحاب الكساء خليك معي اصحاب الكساء اصحاب الكساء من هم اصحاب الكساء وهل حديث اصحاب الكساء ثابت عند السنه والشيعة ايوه من هم خمسه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنه رز اوكي وطهر تطهيرا من هم من هم اسمع علي فاطمه حسن حسين اوكي وحديث الطائر المشوي الطائر المشوي غير ثابت
غير ثابت؟ لا. ضعيف؟ مو مشكلة، هذا حديث الآية التطهير واحد تشريعية ولا ملكوتية؟ واحد يحاول الشيخ خلي ما تعرف تشريعية ولا ملكوتية؟ حجي حنا مو حوار، حنا نسيله سؤال اللي قتلوا الحسين ما عندنا اختلاف معه، اللي يبي دليل قتلوا ما عندنا اختلاف معه، واحد ثلاثة دليل شاور ابن الراوشان بأمر من شاور المهم انه هو الذي فعله، هو الذي فعله وهو في جيش، وكان في جيش علي، وكان في جيش علي. الامر كان ما بعرف والله الان مو تاريخيه، مهم نجيب مهم حوار في العقيده وشورى بينكم كائنا من كان فاقتلوه، ده رايك في شنو؟ طيب شو الحديث ده بيطبق على الامام الحسيني خارجي ولا ما خارجي؟ من خرج عليكم وامركم شورى بينكم كائنا من كان فاقتلوه، الحديث ده بيلزم الحسين ولا ما نسمي الحسين خارجي؟ الحسين ذهب للإصلاح، ولذلك ما ذهب للقتال. أبو بكر بن عربي قال الحسين ما ذهب للقتال. أبو بكر بن عربي قال شنو؟ شوف كذا أبو بكر بن عربي يا لما هي رأي عندك صاحب كتاب القواسم من عواصم التشغال بيضاء الدرجية زول احتج علي بالكتاب والسنة. طب أوكي يا أخي يوسن خليك معك، قال شنو؟ قال قتل بيسيف في جدي ولا ما قاله؟ أوكي لا أعرف هذا اليوم، قال قتل بتأويل، لا أعرف قال قتل بتأويل. أنت سني ولا شيعي؟ يا أخي شيعي أنا شيعي أكيد، لا تستدل بكتبنا يا أخي، أنت الإمام لا تستدل بكتبنا، أنت الآن سني، الإمام الحاكم عندك الآن تارة بيصير سني تارة بيصير شيعي. فهمت علي؟ بس أنت أنا أقول لك حاجة، هو سني ممكن تسع شوي والله ضيقت علي كذا عشرة، بس هو إيش يقول؟ بس خليك معي شيخ، هو رجال سني، احنا ما لنا شغله به، بس هو في اكو اشياء مستحيل يكون سني، مش مشكله سني شيعي، مشكله شيعي يسب الصحابه ما يسب الصحابه، ما يسب الصحابه الشيعي خلاص. ايوه انهي الموضوع خلاص. سؤالي عن اهل البيت وضحته انت، جزاك الله خير، عرفت منهم اصحاب الكساء، ومش بس هم، واحد اعرابي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فالقى عليه كساءه عليه الصلاه والسلام، اوكي، وهذه روايه صحيح في صحيح مسلم، ألقى عليه كساءه. شو يعني إذا النبي وضع كساءه على شخص؟ شو بيصير يعني؟ لا إيه بعرف، بس خلي جاوبني يعني، إذا صاروا أصحاب الكساء خمسة أوكي، ومنهم فاطمة أوكي، على ماذا يدل الحديث هذا؟ على يدل ذولي أهل بيتي على راسنا. لا لا أوكي لأن أم سلمة منو هو الحديث منه أم سلمة قالت لي أنا من عندهم يعني بما معنى الكلام، قال أنت على خير، أنت على خير، ما صحت الرواية، ما صحت، لا أوكي سبحان الله، أنت جميع في لفظين، أنت إلى خير وأنت على خير، ما ثبت ما ثبت لفظين سبحان الله. ليه دائما الأشياء اللي تختص بأهل البيت ضعيفة؟ عندي سؤال والله، لا سؤال، ليش أنتم ما بتختاروا إلا الضعيف؟ نحن الموضوع طبعاً، ما أنتم بيت واحد ولا بيوت بالآية؟ شو هو؟ لا مش الآية، وقرنا في بيوتكن، في بيوتكم، اي كم بيت؟ بيوت لو بيت واحد؟ طبعا بيوت ايه؟ الايه التطهير شو تقول؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، بيت واحد مو بيوت، فهنا اختلاف لا لا السياق. لا لا هنا لفظ جنس عام، اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال هذول اهلك لما يكون معك زوجتك، هؤلاء اهلك، ما بيقول هذه زوجتك، هؤلاء أهلك. لحظة، لا بس خليني كمل. إيه يا أخي كمل. عندما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بماذا يذهب الرجس؟ بماذا يذهب الرجس؟ إنما يريد الله يعني الله. إرادة ربانية. آيات سابقة. يعني هم أطفال. لا إرادة. طيب خليني أجاوبك. اسمعني أجاوبك. إنما يريد الله يعني إرادة ربانية. عبد الله. وذكرنا وعم بتناظر وسيجارتك بايدك، والله انا خايف تجيب مشروب الان وتناظرني انت عم تشرب. عنده مو حرام عندي سيجاره، كنا ندخن، انت ما تدخن؟ لا يعني بس الشيء مو حرام، مو حرام في دينك، مو حرام في دين، لا في دين مو على كل حال، ما حد ناظر على السيجاره، خلص بس ما حلوه يعني، حرام شوفوا الحشيش، حرام اذا ما حرام، اذا مش حرام اسمح لي اذا مش حرام، هل قلت بسم الله لما بدأت تدخين؟ لا ليه؟ حلال. تدل النفس. الموضوع الله يخليك. تدل النفس. ولما تخلص السيجارة قول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. عندنا الآن مليار مسلم، ممكن نص مليار يدخن. شنو مفهومك اللي يعني الحق بالكثره؟ لا مش ممكن، ما تقول انت النص مليار ميقنين ده حلال؟ احنا ما ندش المسجد بكيتنا بمخبارنا، مستحيل، وقليل من عبادي الشكور، شيء جيد، نعم هذا جرام لله سبحانه، لا حلو، النص مليار مو موقن انها حلال، عارف انها حرام،
بس تدخل يا شيخ يا شيخ الدمشقية شنو لحظة شنو مفهومه شنو مفهومك لآل البيت شنو معنات آل البيت آل البيت يدخل فيهم احنا نقول آل البيت الأقارب والأنصار ولذلك قال يقول الله عز وجل أدخلوا يا أبو عبد الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب من تبعه طيب ما معنى أدخلوا آل فرعون يعني أقرباؤه من تبعه اللفظ عام بس هو خصص يدخل فيه الأقارب ويدخل فيه الأنصار بس شيخنا هو خصص بحديث الكساء هؤلاء أهل بيتي إيه؟ فاطمة حسن هؤلاء أهل بيتي فقط ما قال فقط هؤلاء فأذهب عنهم الرزق هو الرسول قال هؤلاء أهل بيتي فقط اللهم هؤلاء أكيد أهل بيتي فأذهب هؤلاء لأن فأذهب لأن أم سلمة قالت لي شو يعني فأذهب عنهم ايش يعني فاذهب عنهم خلنا نوصل للنقطه شو يعني فاذهب عنهم يعني كان فيهم الرزق لا ما في مش اذا ما معنى قولي عشان الله ما معنى قولي فاذهب عنهم الرزق عشان الله ان ذول اطهار معناه ذول بما أطهار. ما هو هذا سؤالي لك ما جاوب كانت كانت دنيويه اصبحت ملكوتيه كانوا يذهبون هم عنهم الرزق ما يوصلونه ما يستعمل لكن الرزق عم يتعمل من خارج هذا الله يهديك يا رب لا 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 الله يخليك افهم انا عم بنزل اراده ربنا انا عم رتب الجو احمد أيوة احمد أيوة أيوة. بماذا يذهب الرجل اجب ما في مش نجيب الايه نجيب الاخ اهل البيت خلينا نجيب الايه انا احمد انا سؤالي احمد انصر شوي ايوه وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج جالي واقمنا وبعدين واذكرنا بعدين اوكي واقمنا لحظه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاريه الاولى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله انما يريد الله بما امركم يذهب اوكي ان يذهب عنكم الرجل مش اهل البيت اوكي احنا نعتقد انا يعني كشخص اتكلم عن نفسي اعتقد هذه الايه وحديث الكساء يختص بأهل البيت وعند التشهد يعني من نذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم ذول آل محمد احنا نعتقد سلالة محمد اللي هذا تعتقده أيه احمد أيه لكن أيه احنا عندنا بالبخاري أيه 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 اللهم صل على محمد بالصلاة صل على محمد وأزواجه وذريته عندي سؤال يعني انت الآن تذكر بالتشهد ايه طبعا أزواجه وذريته سبحان الله شيخ عندي سؤال والله انا صراحه انا عندي عصب عندي عصب هون تبي تجلس اجلس اذا لا بس عندي انا بسيط سؤال بسيط هو بسيط ليس بالعربية الفصيحة عموما تستريح شيخنا شرحت كلمه الرجس اصلا مذكوره هنا في القران في هذه الايه ما معنى الرجس حتى يفهموا معنى كلمه الرجس اصلا عفوا شرحت له كلمه انت تعرف كلمه الرجس ما معنى كلمه الرجس هنا يذهب عن طيب يعني ما في الرجال ما معنى الرجس اجلس الشيخ تجي تجلس نعم ساعدك الرجس سائر انواع الشر من من العمل الشر ولكن هو يقول اطهار ما معنى اطهار هنا خلقوا اطهار ايوه اذا ما معنى الرجس هنا ليش انه ما في كيف يذهب عنهم الرجس ويطهرهم من ماذا يطهرهم ما يطهرهم ان لم يكن يعني ما فيهم اي مش ما فيهم اي مشكله ما فيهم مرض عقلي اهل البيت طب كيف يقول يذهب وهو مش موجود أنا أصلاً ما استشهدت بهذه الآية أنها ثابتة لأهل البيت أنا كان سؤالي على حديث الكساء هذه الآية أنا ما مستشهد بها على الكساء اللي حطه النبي صلى الله عليه وسلم على الخمسة أيوة وحدد يعود الإيمان لأزواجه مش أزواجه بلى الكساء الكساء أوكي يعيد لأزواجه بس إيش هو قال إذا الكساء البنك كان يستعمل الكساء انه يعترف انه القران صريح بان هنا اهل البيت النساء لانه يتكلم عن امهات المؤمنين طبعا اول مره طبعا رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت هذا خطاب لزوجة ابراهيم احنا ما عندنا اختلاف مع نساء النبي احنا عندنا اختلاف واحد انا اقول لك شيعي يعني اتكلم معك عجل احمد انا تعبان والله تعبان اوكي خلص خذوا احترم لا اخر كلمه ما بدي اقطعك انا احترمك تفضل الله يعزك احنا ايش عندنا احنا نقول لماذا خرجت يعني ام المؤمنين عائشه في حبل والله ما خرجت يا احمد والله سئلت يا امه ما الذي اخرجك قالت والله يا بني ما اخرجني الا هذه الايه أوكي. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس أوكي. والله ما اخرجني الا الاصلاح اوكي وماذا تقول بحديث الحوأب اللي هي كان علامه علامه على انها تصل الى مكان اوكي ثم رجعت قالت اريد ارجع وين المكان شيخي صح قالت ارامي راجعه وين باي دوله
والله ما بعرف بالعواق بالبصر ماشي طيب زين طيب ماشي ماشي الحوقة في بلادنا في اعالي نجد ما الحوقة في بلاد ولك هل الحديث صح اصلا هذا الحديث صحيح 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 والحوقة في اعالي نجد في اعالي نجد اوكي اوكي حديث صحيح طيب قرب بلاد وين صارت هي حادثة معركة الجمل وين ما صار في معركة انت تسميها معركة انا اسميها فتنة اوكي فتنة عايشة ما حاربت فتنة الجمل وين صارت صارت في صفين البصرة لا مش في البصرة عفوا في البصرة اوكي صارت في البصرة يعني ام المؤمنين جت من المدينة في جيش وين للبصرة ليس جيشا مش نظم الجيش الناس تبعوها طمعا في ان يحصل الاصلاح ببركتها ولقربها من النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكان معها ابن اخوها اوكي ابن الزبير اوكي يعني قصدك معها محرم معها محرم اوكي نوبو يعني هي صفاتها شنو يعني مثلا هي ولية دم هي شو هي ولية دم كيف ولية دم اصلاح اصلاح في الناس اصلاح اوكي كانت تهم يعني تهمت الامام علي بدم عثمان صح اولا راحت للبصره راحت للبصره اوكي اوكي راحت للبصره للاصلاح اوكي اوكي كان علي رضي الله عنه يتآمر عليه السبئية والخوارج اوكي فلما حضرت عائشة رضي الله عنها أكرمها علي غاية إكرام قال السبئية والخوارج إذا مضت هذه الليلة إلى الغد فسوف يكون اجتماعهم على حساب دمائنا فعملوا مؤامرة دخل بعضهم في جيش علي رضي الله عنه ودخل الآخرون في جماعة عائشة رضي الله عنها وأعملوا القتل فيهم وصرخوا غدر بنا جيش علي والآخرين قالوا غدر بنا جيش عائشة مؤامرة صارت عائشة ليس لا طب. لأنه هي شاهدت سئلت ما الذي أخرجك يا أمه قالت والله يا بني ما أخرجني إلا هذه الآية أوكي. هل أتت بآية سيف أتت بآية أو إصلاح بين الناس أوكي. أوكي نسلم إحنا أن كان إصلاح طب في ناس ماتوا من ضمنهم صحابة طلحة والزبير صح ولا لا ليس لها يتحمل ما ليس لها ذنب هي لا من يتحمل ذنب يعني دمهم هذا يتحمل هذا امر عند رب العالمين اهل الفتنه منهم بشر قاتل ابن صفيه بالنار ما قلت لك السبائيه والخوارج احنا كنا يعني ما نتمنى كل واحد احمد ما نتمنى الصيف هذا احمد كل واحد الان وجد نفسه في حكم الصائل دفع الصائل تعرف دفع الصائل ما اعرف ايش دفع المجن يعني في حال الدفاع عن النفس جيش عائشة وجدوا في حالة دفاع عن النفس من الخليفة الشيعي في وقته علي خليفة شيعي طبعا صح له لا طبعا الحق مع منو مع علي مع علي ومعاوية مخطئ ومعاوية مخطئ وكلاهما اجتهد هذه ما نقدر نقول كلام وثنين ملهم لا لا علي اجتهد وصد لكن علي لم يبيع الجميع لم يبيع كل لم يبيع بعد حدثتي على ضوء هذه حدث الصفين طب عندي سؤال في صفين ولو انت تعبان بس يعني ولو انت تعبان اسف بس على حديث معك جميل بعد هذه صارت حادثه الصفين اوكي صفين من اللي قتل الصحابي عمار بن ياسر في حديث بس عمار هو اللي قتل لا في اسف استمر لا مو هذا في حديث عمار في حديث خلي يجيب حديث عمار ماذا قال عمار ماذا قال عمار عمار تقتل في الباقي ماشي يدعوهم إلى الجنة يدعون وين؟ إلى النار أوكي من قتل عمار؟ الآن ما يحضرني يعني إنه من الذي قتل عمار؟ اختلف بعينه اللي هو أبو الغادية الآن ذكر الفزاري واختلف أصلا وهذا لم مختلف فيه وفي قضية هل هو الذي قتله ولا لا لكن نحن الآن انتقلنا لموضوع عائشة هل انتهينا من عائشة؟ ماذا قال عمار بن ياسر يا أحمد؟ ماذا؟ والله إني لأعلم إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة أكيد زوجة نبي هذه ثابتة في الآخرة هذه ثابتة في الآخرة الله يعني يقول لك من أهل الجنة الله أعلم طيب عندنا حديث أنت زوجتي معي في الجنة وهذه رواية صحيحة خلك معي من هن النساء هي من أهل الجنة أوكي لا بشهادة النبي شيخنا لا لا نحكم لمن حكم له رسول الله كيف نحكم نساء 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 أهل الجنة أو المهدي في الجنة المهدي ابن العسكري المهدي في الجنة ولا لا المهدي ابن العسكري في الجنة ولا لا إن شاء الله في الجنة إن شاء الله المهدي إيه أكيد في الجنة أكيد بالجنة إن شاء الله وعائشة
اخي عائشه شهد لها النبي بالجنه. لا 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 شيخ القران مو بالجنه. لا شوف شهد لها القران. لا انا بس اوكي حبيبي ممتاز. ابو عيسى ابو عيسى شهد لها القران طبعا. النساء النساء هي في الجنه ولا شيخنا شيخنا جران بيد الله اذا الى القران ذمها. النساء المبشرات بالجنه منه؟ اوقف. النساء المبشرات بالجنه منه؟ خليك معي خليك معي. النساء المبشرات يعني يا شيخ على قناه يمكن تعرف يا احمد احمد اوكي احمد انت ايتي بالكلام. هات اللي عندك هات قل لي شو لا نساء. مو في نساء ثابتات ان فلانه في الجامعة. هلا ليش نتناقش على في نساء منهن ولا كذا؟ المهم عائشه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت 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 معي فقط صح هكذا قال. خلينا يا احمد يا احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مو هذا اللي نعرفه كمسلم طبعا طبعا فاطمة سيدة نساء أيوة في أربعة صح نساء ايه النساء الجنة طيب اللي مذكورات حديث طيب في أسمائهم طيب صح وين بالقرآن؟ لا مو قرآن في حديث ثابت بأسمائهم ايه ايه ماشي في أربع نساء ايه ايه ماشي اللي هن منهم خديجة وآسيا خديجة وآسيا أيوة وفاطمة رضي الله عنها فاطمة وبعدها مريم مريم بتعمل مريم ايه أربعة هذول ثابتين ثابتين. أما النساء الثانيين في خير يعني ما نعرف إنه في روايتين أو ثلاث في صحيح مسلم قال أنت زوجتي معي في الجنة وقال لفاطمة لما أتته تتوسط لزينب ضد عائشة قال لها يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه. معقول النبي يحب من يدخل النار؟ لا خلاص انتهينا. لا لا جزاك الله خيرا شيخ. تعال جزاك الله خيرا بارك الله. يلا يا احمد شكرا جزيلا. والقران قال ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكم. ايه. قرار زاغت زاغت في شان الامر المتعلق بالعسل بالاكل أي عسل. فقط أي عسل. فقط والدليل على ذلك الدليل على ذلك قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج وش وقت ولا اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وش وقت مولاه الله؟ ما جاوبت على سؤالي. أوقف. انتهينا. أنت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في هذا الموضوع مش أنه صغت عن الإيمان إلى الكفر. هل يجوز أن تبقى مع النبي إذا كفرت؟ لما أسمع. يسأل. لا لا أنت أسمع. شيخ معلش والله السؤال سؤال منطقي جدا جدا. فمولاه الله وجبرائيل الآن القرآن نزل على أبو عبد الله ولا على الرسول؟ على الرسول. على الرسول. الرسول فهم أبو عبد الله ولا أبو عبد الله فهم الرسول؟ الرسول. هنا السؤال المنطقي صراحة. السؤال المنطقي هنا لما الرسول نزلت عليه هاي الآية ذهب إلى أزواجه ماذا قال؟ لهن من منكن تنبح عليها كلاب الحوائط؟ رجعنا موضوع طبعا رجعنا موضوع البصره. لا عاد شلون الله رجعنا موضوع البصره. مؤمنين مؤمنين واحد ما في هذا كلام. لا عاد شلون بالايه يقول لا له يا الله وجبرائيل والمؤمنين جيش بحاله ضدشن شلون شلون ويا معركه ابو عبد الله. نحن رجعنا نفس الموضوع راح ترجعنا نفس الموضوع. البصره وين كلمنا وبينا وعائشه قالت والله ما اخرجني الا الاصلاح. قالت ترجعوني ولا لا؟ ترجعوني لما نبحت عليها الكلاب قالت ارجعوها وقالوا لها لا لا انت ام المؤمنين. لا لا ما قالوا هذا. ما قالوا. قالت ارجعوني راح ترجع. قلت لك ايش قالوا؟ ايش قال حماها مروان ترجعين والناس يأملون بك ان يصلح الله بك بين فئتين. بس هي ما صار عادي شلون يقنعونها بهذا الكلام؟ ما صار هي ما اردت هي ما اردت الحرب اصلا حبيبي. ما صار الاصلاح. ما صار الاصلاح بفتنه حدثت. طب هنا في ما صار الاصلاح بفتنه حدثت ما كان متوقع. المهم انها ما ذهبت للحرب. من اخذوها وين راحت؟ المهم انها ما ذهبت للحرب. ما راحت للخوارج من راحوا. ماذا فعل علي من بعد ما انتهت الفتنه؟ راحت للبصره. اسمح لي السوت بالبصره. ماذا فعل علي بعائشه من بعد ما انتهت الفتنه؟ أكرمها وأرسل معها جواري. طبعا لا زوجة النبي عايشة أم المؤمنين. يا ريت تقتدوا بعلي. يا ريت تقتدوا بعلي. سؤال شيخنا. الله أكبر. ما قال لهم إنها هي مش في النار. طب ليه ما خرجت؟ خليك معي خليك معي. طب ليه ما خرجت؟ ليه ما خرجت؟ الله أكبر. ليه ما خرجت؟ الحمد لله الحقيقة واضحة. ويتم التسجيل الان. خلي الناس يشوفوا. خلي الناس يشوفوا يا خلي الناس. طب ليه ما خرجت؟ اقول لك الكلاب ليه ما خرجت سلمى وقالت ارجعوني؟ ذهبت الى البصره. البصره شمال الخوارج. ايش سوت بالبصره؟ ليه عم بتصرخ؟ قالت عبد الله لانك ما تذكر هاي الكلمات. صار لي ساعه اريد اسمعها منك ماكو. عثمان بن حنين الله يرزقه رادت قتلت 40
ما لي ارجع لا تصرخ حجي عبد الله اهدى. لا هو هو يتكلم هالشيء ما لي دخل انا حجي بيقدم مع المحاور مش بقرب يحط اصبعه على عيني والله العظيم عيب يا اخي وطي صوتك ابو عبد الله. هجمت على بيت المال ولا لا؟ هجمت على بيت المال ولا لا؟ مين السيدة عائشة؟ كيف تهجم على بيت المال والنبي وعدها بالجنة؟ زين خلنا نكمل هاي الروايات كلها ما عنده اذا عنده هو يعرفها يجوز ما ادري زين ما عارفه لكن عثمان بن حنين التفت يسلم لي السني عثمان 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 بن حنين التفت لحيته وجواربه وحواجبه ولا لا عاد شلون علم ابو علي بن ابي طالب شلون عرف عثمان بن عثمان بن حنين والي البصرة رواية تاريخية مروية بكتب التاريخ ليست في كتب الحديث ليس بكتب الحديث لا من الذي أخبر علي بن أبي طالب كتب التاريخ فيها الغفر السمين شيخنا آخر سؤال تفضل سجان العلماء خلك معي حقو سميك سجان العلماء خلك معي سجنت كمال الحيدري وسجنت لا عليك تسمع لا أبو عبد الله أنا ما سجنته هو لما ضرب المذهب الشيعي من أصوله سجن اسمعني الشيخ وحسن فرحان مالك لما ضربكم من أصوله خلص جاوب على كمال الحيدري والله كمال الحيدري راجل كويس وهذا شيخ عالم دكتور حسن أبو آسف آخر سؤال أوكي آخر سؤال ما جاوبتنا على حرب صفين اللي صارت حنا بدنا نعرف الحق مع علي ولا مع معاوية سألتني وأجبت قلت لك الحق مع علي مع علي أو تمام خلص طيب لا لا ما في طيب حل عني عليك والله ما في بالكرسي حلفت بالله الحق ده لما مع علي اللي قتل واللي صاب له اجر والله اخطا له اجران برضه في هذه المعركه ايه طبعا علي له طيب اجران طيب بس انا 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 شيخنا يعني معليش كذي بمثل هذا الرجل شيعي اوكي تمام طيب بس يكون من اهل الاجتهاد يعني يكون عنده امامة مثلا ولايه اوكي من اهل الاجتهاد يعني ما اي واحد يجتهد ويقال له يعني يقول لك الشخص ده يا شيخنا ما تقتله وانت تقوم تقتله واطلع انا في النهايه صاحب الحق ان انا لي اجرين وانت قتلت هذا الشخص برضه لك اجر ماشي الله سبحانه وتعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فممكن ممكن القتال وارد بين المؤمنين وكل واحد له شهاد له حجته راى ان الاخر هو المخطئ هذا يحدث والله سبحانه وتعالى قال لكن هسه هي الحرب دي كانت في احتيالات طبعا الحرب كانت في احتيالات لكن انا اقر انه انا اقر انه كان في احتيالات لكن الشيخ نجي يقول لك الشخص ده ما قتله وانت تقول ما انت قلت النازل ما محصوم حصل ما هم ما محصوم حصل حرب كل واحد كان يرى انه محق حجي بن عدي يرى دقيقه حجي بن عدي يعني علي يرى بن عدي تعرف ليش قتله لانه كان لانه ايش قال عن الحسن يا مذل المؤمنين فمعاويه قتله المبيعه اسمع الروايه هذه قال عن اسمع اقرا الروايه حلال قتل سمحت الشيء معاويه قتله لانه قال عن الحسن يا مذل المؤمنين انك تقطع اصابع المعلوم انا قال المفروض اديك الصواريخ المفروض اديك الصواريخ صواريخ صواريخك بش فش اديك صواريخك فش لكن يا شيخ هم لهم اجتهاداته صاحب الاجتهاد ده برضه يقتل له اجر اذا كان عن شيخنا راي منه اجتهاد نعم يعني اسمع معاوية ده لما كان بحرب عمي هذه حرب معاوية هذه صارت حرب هذه صارت حرب مش انه والله راح ودور عليهم وقتلهم يعني معاوية ده لما كان بحارب في علي بحبه لا لا معاوية ده لما كان بحارب في علي كان بحبه ايه بحبه شديد نعم اسع شيخنا داير اقول لك حاجه اذا انا كنت بحبك بتغاتيني كيف لا هذا ما له علاقة لأن علي بدهم سلطة لأن المحبة في الله لا تزول حتى في الاقتتال نعم يعني في الله طيب بدليل قوله تعالى إنما المؤمنون والإخوة فأصلحوا بين طيب لما وليش بين مين لما كان بيسب على بين مين بين أخويكم طيب لما كان بيسب على أنا سعيد تمام سامعك أنا ما عرفته طيب لما كان بيسب على المنابر برضه كان بيحبه
وين لما كان بيسبوا مال بيسبوا عليه منين هذه جايبه؟ لا معاويه هذه ثابته فتش عليه بسرواه كذب ليش صح؟ لا لا والله ما ثبت لا خلي 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 كل شيء يلا خلي نتناوب عليه يلا خلي خلي صاب شيخ والله ما هذا لانه هذا ما تنكر ما تنكر حرامي شيخنا شيخ يعني اذا ما ضد ما ما ضد شيخنا احنا احنا نسال نريد دليل يعني نريد علم انه طيب احنا عايشين بهذا البلد اصلا بلد مش مسلم لا تطول علي يا خليك معي لا تطول علي خليك معي تفضل انا ما اطول والله مطول ونص خلك الحديث معك جميل من صن من نص ساعه وانت تقول لي اخر سؤال انت تدور فكره ما هدي اخر سؤال قتل حجاب بن عدي من اللي هو صحابي ولا لا خالد بن وليد قتله ها خالد بن وليد اعتقد لا لا معاوي ما اعرف حجر بن عدي دخلنا حي حجر بن عدي انا ما انا ما اذكر الان والله لا. حجر بن عدي حجر بن عدي السيدة عائشة سالت قالت هذاك مالك من ورث مالك من ورث اللي على زوجته السيدة عائشة بالمناسبة تكلمت عن حجر عاد عارف قالت لها السيدة عائشة ما يكفي لك الله ترضى عليها الله يعزك قول اللهم ارضى عنها انت ما قصني قول رضي الله عنها قالت لي قالت عليه السلام حلو عليها السلام هو دعاء بالمناسبة الصلاة لو قالها شيء قالوا كاف دقيقة دار أقول لك لا والله هذا صراحة سخافة منك لا 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 تعرف ليش تعرف ليش لأن البخاري كل ما ذكر فاطمة قال عليها السلام 25 مرة بكتابه صحيح عليك الله طب احنا شيخ شيخ إذا نقول عليه السلام شيخنا 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 ما يصير بس الأنبياء شيخنا شيخنا عليك الله لا لا هذا من جهله يا عمي جهل الناس حجة جهل الناس حجة تفضل شيخنا ليش يدفنوا حي يا أخي مين؟ كان يكون في حتى يدفنوا ليش؟ مين؟ حجر بن عدي ليش تدفنوا؟ هذه رواية تاريخية جبنا مرة الجاي أنا جاي الأسبوع القادم. لا جبنا إياها لا ما ثابت. والله ثابت. قتل حجر بن عدي ثابت. جيبها الأسبوع. أوكي. إذا بد إذا بدك. يا أخي اقطعوا رقبته ثاني. جيبوا الرواية الصحيحة. أو جيب الرواية صحيح تج علي هو قال دخلوا حي بس أجيب الرواية صحيح جيب الرواية هو قتله لأنه تسبب بفتن جوجل مش في تنو أسيت نعم وقام وقام لا لا أنا أعرف الرواية في تنو زوج زوجته نفس اليوم نفس الساعة لأنه قام على ال شو اسمه الحاكم لا قام لا 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 بلى ارتد كمان تأكد منه لا هو تعرف أنا إيش حتى لو خالد أديك الرواية أخرى أديك الرواية بليز بليز عشان بليز عشان أساعدك دار تمشي تقرأ عليها ما عندي مشكلة بس خلينا من الحجر من عليها بهيم من الرسول أفضل الرسول والله أفضل الكعبة دام الكاميرات دنا الكلمة دي لو طلعتها لي عسل شو هالقياس هذا؟ ما لماذا؟ عندي أي حاجة لماذا؟ لماذا؟ سؤال لماذا؟ لماذا المقارنة يعني؟ يا أخي دم المسلم أفضل من الكعبة دم مش بس الرسول دم لا أي لا مسلم يهرب لا الرسول كجسد نعم الرسول كجسد الآن طالع من الآن مين أفضل أنت ولا الشجرة؟ والسماوات السماء السابعة ولا الرسول؟ مين أفضل أنت ولا الشجرة؟ أفضل أنا أسئلة صراحة ما دار لا أنت الآن أسفت حبيب ما أنا الرسول سي ما السؤال سألتك ليه دخل خليه سؤال خليه مين عم يدخل الناس داري يسجل داري يسجل هم النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لا فخر صحيح إيه حبيب طيب أنا والله دي العجبتني لأنه عارف دار الحمد لله كلمة دي لما يجيب الليل عجيب لا لا يا خر ما هو كلام لا لا هو الكلام دي عنده صحيح إيه الله يرضى عليك من فضلك هو الكلام دي عنده صحيح أنا ما عندي مشكلة تيجي معك لك أنا قايله ضل أنا ما عندي أخي الشيخ ده كلام يلا كمل شو عندك الآن والله عندكم واحدين هنا بيجوا والله ما بعرفوا إنه الرسول أفضل ما خلق الله على وجه الله هل هو رسول معصوم شيخنا؟ لا محصوم يا أخي معصوم؟ ما هي محصوم معصوم فقط في الرسالة معصوم كيف يعني؟ فقط في الرسالة غير الرسالة دي في الوحي كلمه في الوحي ولا هو بشر؟ أنت ما عندك الرسول محصوم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن يا أيها النبي لا تطع الكافرين اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين انت بس بتدي الشهادة مشغية ما تدينك ان احنا نحتدي ويسوي كوبا اضغاف وتقديم اوكي طب اعطيني وين الرسول مثلا صار عنده خطأ بالحياة يعني مش بالرسالة يعني بالحياة المدنية تعبير نخل حادث التعبير تبتغي مرضات ازواجك والله المنافقين او يا ايها النبي تحرموا ما احل الله ولا تصلي على احد منهم ما تأبد ولا تقوم على قبري معنا نبي صلى على عبد الله بن ابي بكر اختار الموقع في غزوه بدر اختار موقعا غير الصحيح ما كان للنبي
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شيخنا كثيرة. شيخنا ما يقولوا لك القبة قبة الرسول صحيحة ولا خطأ؟ عبس وتولى. عبس وتولى. سماح الشيخ. قبة الرسول صحيحة ولا خطأ؟ عبس وتولى. قبة الرسول صحيحة ولا خطأ؟ قبة. قبة القبة. صحيحة ولا خطأ؟ هل هو أمر ببنائها عليه الصلاة والسلام؟ حذرين عزم. هذه في هذه لم تبنى إلا في العهد العثماني فقط، قبل ذلك ما كان في قبة. طيب هو ما عارف إنه القبر ده بخش داخل المسجد؟ طيب لا، ما يعلم إلا ما يخبره الله. أنتم عندكم لا ما يخفى عليه الشيء. معناته أبو بكر أخطأ هنا لما دفن الرسول في هذه الحتة؟ لا، أبو بكر ما دفنه. ما دفنه أحد. كيف؟ دفنوا خارج المسجد. يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، قال يدفن حيث قبض. هذا كلام أبو بكر. وين وين دفن؟ دفن تحت سريره خارج المسجد. في بيت. طيب بيت عائشة. والبيت خارج. أنا داير أسألك سؤال. خارج المسجد. والله هما خارج المسجد. أرجوك. عفتني. الصواريخ دي حدا. لا ولا صواريخ ولا شو اسمه ولا صواريخ ورق. صواريخ ورق صح. والله صواريخ ورق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات في داخل المسجد ولا خارجه؟ ما سيت ما عندك ما عندك نباس ده قال قال لك أجبني أجبني نعم ولا لا؟ داخل المسجد ولا خارجه؟ خارج. شكرا. تمام يلا، لكن ما عارف إنه المسجد توسيع ما توسيع لا ما يعلم إلا ما يخبره الله. طيب معناته يعني نحن نطلع من هاي الحتة؟ شو نطلع من هاي الحتة؟ طيب والله إذا طلع اسمع اسمح لي والله إذا أعدته كما كان في عهد أبي بكر وعمر والصحابة والخلفاء الراشدين فهذا أرشد. يعني نطلع ونودي البقيع؟ لا لا مو البقيع. لا ما في ما في. أسئلتك سخيفة يا شو اسمك شو اسمك شو اسمك؟ إذا سخيف يا أخي ابن باز ما قال سخيف. عثمان ابن باز ما قال سخيف. اسمك عثمان. اسمعوا اسمك عمر؟ إيه. ليه ما بتغير اسمك؟ غير ليه؟ وجد شيخنا وجد سني بس انتم وفتاويكم المتشدده يش اسمع يا عم. الناس لا مو سني الذي حدث الذي يا اخي والله الذي حدث فتنه يا اخي الحاكم طلعوا شيعي النبي صار شيعي الذي الذي حدث فتنه واختبار من الله عز وجل في الرسول اختبار ان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نعمل ليش شنو؟ ما عليه خليه يتكلم. خليه الله اكبر. لا دوخني والله دوخني يا اخي. انت دايخ اصلا. انت اعطونا مرايه يا اخوان خليه يشوف وجهه. خليه يشوف عيونه. اقرا عليه ممكن مسحور. ممكن مسحور. اذا كان شيطان وشيعي ما حيخرج. شيطانك شيعي ما يخرج ابدا. شوف لا تقلق الشيخ. اجابتي الاخيره الله يختبر عباده بما يشاء. نازل نازل عشان احنا شعب مش ثاني نازل عشان احنا شعب مش ثاني ها كمل هاي كمل كمل دخل داخل مره اتكلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبره خارج المسجد، ولما ارادوا التوسعه في عهد عمر في خلافته ارادوا ان يشملوا جهه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا وسعوا من هنا ومن هنا لا من جهة بيت النبي. تمام. ولما بني لما أدخل المسجد في عهد في عهد لا إله إلا الله الوليد ابن عبد الملك ما كان في صحابي واحد لما أدخل، وأنكر عليه سعيد بن المسيب لما لما أدخل وسع من جهة شخص. فليس الحجة فيما يفعله الناس بعد عهد القرون الأول الثلاث، ليس الحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يلا هسه احنا ننزل الغلطة. ما شوف شوف تكلم بكلام مش يلا يلا تكلم بكلام علمي ارجوك. ما قلت لك انا يعني. مثلا ما قلت لك قلت لك النازل طيب غلطة. ايه؟ تمام دخلوا القبر داخل المسجد، نحن نشيل المسجد ولا نشيل القبر؟ الان الان هذه قضيه لما هو قال الرسول قال لا اهم من المسجد. أيوه. زرت 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 دار طب خلوني احكي يا عمي والله العظيم شيء هذا خله يحكي بالله ضروري ضروري واحد يتكلم يتكلم يصرخ كاني الان في مدرسه آسف امام الطلاب عيب يعني ترموا ما ترموا الحوار احنا بنستمتع ترموا عشان كذا بنستمتع عليكم امشي امشي لا لا عيب عيب عليكم والله بنحبك والله بنحبك بنحبك والله بنحبك اخي بتقاطعني لما تكون عم جاوب بتكون عم تكلم بتكون عم تكلمه عيب يعني صار لي صار لي الان اكثر من ساعه كم واحد قبلك ناظروا وراحوا انحاشوا وبعدني انا الان صحيح يستفيد ما ننتهي صحيح يا عمر هذه هذا الذي يحدث اختبار من الله عز وجل. طيب الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلحق المسجد بالقبر يعني ان يبنى على القبر طيب وان
ولذلك الصحابة نهوا عن ذلك. طيب. عمر رفض ذلك. ما يفعله الناس بعد القرون الثلاث الأول ليس هم حجة في ذلك. طيب الحجة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر مسجدا. تمام. سؤال واحد. لا طيب نحن نعمل شنو في الحالة؟ بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. والله أنا حقول لك، تعرف لو أنه الآن بالسعودية أعادوا قبر النبي خارج المسجد، مش أنه خارج يلحقوه بالبقية كما كان النبي لما كان جالس، لما كان معتكف كان يمد راسه من الشباك وعائشة ترجل له شعره. تمام. من البيت. تمام. يعني ما في إلا حاجز بس. طيب. جدار. نحن نعمل شنو؟ جدار بس. جدار فقط. طيب. جدار. أوكي. فإذا أرجعوه. إذا أرجعوا الجدار. هذا حسن. بس المشكلة تحدث فتن والمغالطين اسمح لي والمغالطين بيقدروا يصرخوا. نزعوا قبر النبي، نبشوا قبر النبي. ما هي تقدر تنبش لكن. لا ما حد. ما تقدر تنبش. أنت قلت لولا أن قومك آلون. سوف يقولون هذا. شيخنا لا. ولذلك. لولا أن قومك. روح عند ابن سلمان لحظة. روح عند ابن سلمان واسأله. ما سألني أنا. لحظة شوية أحمد. لولا أن قومك لأمرت ببناء المسجد. النبي أراد أن يهدم الكعبة ويعيدها على بناء على. إبراهيم. قال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لأمرت أن تنقض الكعبة وتبنى على قواعد إسماعيل. صحيح. أنا ما عندي مشكلة في السؤال يا أخي بليس يا أخي. الرجل ده يتكلم معنا الرسول ده عندنا مسألة مهمة. في دقيقة وبمشي خلاص. أوكي. عندي سؤال لازم تجاوب. لا بيس. انا بس داير اقول لك حاجه. نحن ننبش احترم كلامك ونحاول المسجد. انت خذ من صلك والله صلك نص ساعه بتقول هذا اخر سؤال. عنده قناه شغل. انتوا وضعكم تشغلون الناس عن دعوه الناس الى الاسلام. لا بالعكس. لا انتوا اكبر عاقل. الناس لو دايرين يخوض انا داير اقول لك حاجه. اديك صاروخ عشان انت تفهم. معلش لو المسيحيين ده دايرين تدخلوا البريطانيين ديال الاسلام على الوهابية. والله 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 انتم تعيقون الناس على الاسلام بمنهج اسمع ان شاء الله ما يخلص. انا عندي سؤال. استفدنا كثيرا الحمد لله. بالنسبه لمساله الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، من الاقدس هل الرسول او المسجد؟ اقدس المسجد عنده. لا خليك معي يا اخي هذا غلط السؤال. مين افضل النبي ولا المسجد؟ ليش المقارنة؟ هذا السؤال. لا مو أنت قلت لازم نخرج الرسول يعني قبل الرسول خارج. نعيده كما كان. يعاد كما كان. أوكي. إيه؟ من الأفضل؟ نعيده كما كان. يعني المسجد ولا وسط؟ لا يقارن النبي بحجر. مين أفضل النبي ولا الحجر؟ هذا سؤالك. أوكي. ابن باس قال لماذا لا يطلعون؟ ده ما كلامي أنا كلامي ابن باس. قال لماذا لا يطلعون؟ يعاد إلى مكان. يعني تعيده بشنو لك؟ الجدار فقط. الجدار فقط. يعني تمسح تطلع الجدار بس من البيت ولا تحول. بس شو زعجك الموضوع؟ شو زعجك الموضوع؟ أنت زعلان يعني؟ أنت عم تفهم عربي ولا تفهم عربي؟ نحن نقول يعاد الحائط يعاد الحائط إلى ما كان عليه فقط. كما كان في عهد كيف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت دار تعيد الحائط ما كان بيختلفوا معك. ما في شخص من الأمة. لا ما بيختلفوا معك. على كل حال هذا ديني وعقيدتي. أنا أقول الأفضل أن يعود. الحديث بتاع لا قبر إلا في مسجد ضعيف. أنت شو رأيك تسأل وتجاوب لحالك وخلاص عشان أنا والله كلام صحيح. روح اسأل حالك وجاوب. الشيخ تعب والله. احنا تشوفنا بالكلام. اسمح الشيخ تعب والله. أنت عارف الناس كره هذا العقيدة بتاعتك دي لأنك دار تطلع. روح كل وقتك. يا شيخ والله يطعن ويجاوب. يطعن ويجاوب واحد استفاد هنا من عندك. ما عنده سؤال. حديث جميل استفاد هنا. جزاك الله ألف خير. يا شيخ والله ما عندك سالفة. والله ما عندك سالفة. والله موضوع فاشل. هذا كلام المحترمين. جزاك الله الف خير. طعن بس انت. انا والله لا تقول حاجة بس. انا صوفي. خلاص شكرا كثير شيخنا. هذا مذبذب والله العظيم مذبذب. الاسبوع اللي فات كان قالب على الشيعة. الاسبوع اللي فات الصوفية والشيعة صنوان وجهان لعملة واحد. ولولا ولولا التشيع لما عرف التصوف. نحن بنقلد الحاكم والنسائي وانتم النسائي كتلطوا في دمشق والله. انا
كيف؟ أنا اللي قتلته. قتلوا الأمويين. قتلوا الناس يحيين بن معين. شيخ ساخن. فهمت علي ولا لا؟ هذه الصواريخ ده لازم تكونوا عارفينها. هل يجوز أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيه 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 أي بستغيث بالنبي. أنت دعوه ابني لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. عم يقاطع القرآن. يقاطع القرآن. لا يريد القرآن. لا يريد القرآن. أنت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. روح يا عم روح. روح. وطي صوتك. تكلم بعلم. كان هو في صوتك. لا لا انا سيبني ما صرخ علي. تعال تعال اضربني. انا سيبني ما. لا 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 خلاص وطي صوتك. لا 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 تعرف ايش الحوار. احنا بنبي انا انا بحاور مع شخص مثل هذا. ولا نتكلم ولا نتكلم. انت جيت قلت لي انت بتحب وتستغيث بالنبي. انا بستغيث بالنبي. هذه مشكله. ليش نضربك؟ ليش نتكلم معك؟ ليش نقطع سيدك؟ تريد تسمع القران ولا ما تريد القران؟ تريد القران ولا لا؟ ديننا دين محبه. ما يريد القران. شلون المحبه؟ والله واضح. تعرف عنه حاجه؟ بسم الله ما شاء الله. المحبة اللي عندك. وما قادر تفسيرها. انت دعوهم. آية الوضوء ما قادر تفسيرها. انت دعوهم. لك انت تعرف تقراها. خلّك. انت فشلت في قراءتها. آية الوضوء ما قادر تفسيرها. تتناظر عليها وانت ما تعرف تقراها. تقراها؟ يا اخي اذا ما داير اقراها. واذا ما عرفت اقراها. انا سألتك قلت لك القرآن قال عربي. صوتك اخفي صوتك. كيف ابن عباس؟ اخفي صوتي؟ ليش؟ لانه صراط. هو الرسول؟ هو الرسول عشان اتأدب عنده. يا مصروع. يا مصروع. هو الرسول؟ لا ترفع صوتك صوت النبي يا اخو سمعت مشغيه قالوا منو هو شخص عادي يا شيخ ما عنده حاجه لا هو مرجع لا دكتور لا فعلا ده شخص عادي يكفيني انا صاحبك يقول استفدنا منك قال شنو والله ما استفدنا منك حاجه صاحبك والله انت حال على الامه والله ما استفاد منك الامه حاجه طيب دار اقول لك حاجه هذا الرجل بيجامل فتنه من خطر يا شيخ ما استفدت اسمع هذا مذبذب يا شيخ يا